السلام عليكم. حلقة اليوم دردشة أشبه بالدردشة، لأن ما بيحيل حضر حلقة. تعبت من فرويد ومن داروين ومن الفلسفة. اليوم 3 أكتوبر بمناسبتين مهمات. المناسبة الأولى هي توحيد الألمانيتين سنة 1990، ألمانيا الشرقية توحدت مع ألمانيا الغربية. والمناسبة الثانية أيضا استقلال العراق سنة 1932 وانتهاء الانتداب البريطاني. وإذا أريد نستند على أحد الأقوال للإمام علي اللي يقول بها لا يأبى الكرامة إلا الحمار، سنعرف أن ألمانيا الغربية ابتلعت ألمانيا الشرقية، لأن الإنسان الذي كان يعيش في ألمانيا الشرقية لم يكن عنده كرامة ولا حرية ولا عدالة ولا أي شيء. الإنسان بطبيعته حر، الله خلقه حر. المعسكر الشيوعي آخر اهتمامه هو الإنسان، حال التراث الإسلامي. وانتبه هنا، عندما أقول التراث الإسلامي ما أقصد الدين الإسلامي ونبي الإسلام والقرآن، لا. عندما أقول التراث الإسلامي طيلة هذه الحلقة، هذا معروف للكثيرين، التراث الإسلامي هو فكر أحمد بن حنبل السلفي، ابن تيمية، الغزالي، محمد عبد الوهاب، البخاري، صحاح الستة، الكتب الأربعة عند الشيعة، طوسي، طبرسي، الشيخ المفيد عند الشيعة، وهكذا. حتى لا أحد يزعل مني يقول أنت مثلا طائفي وكذا، لا، هو هذا التراث الإسلامي. التفسير، تفسير القرآن حسب الأهواء والمفسرين، الأحاديث بأكمل، هو هذا التراث، رجال الدين، مؤسسات الدينية. فالمعسكر الشيوعي والتراث الإسلامي يعني عندهم الإنسان يعني عذرا ما يسوى حذاء عتيق. أهم شيء بالتراث الإسلامي هو الحاكم، الخليفة والدين. أهم شيء بالمعسكر الشيوعي بالدولة الشيوعية هي الحزب والدولة، أما الإنسان مسحوق بلا كرامة. ومثل ما ذكرنا أنه لا يأبى الكرامة إلا الحمار، لذلك هناك ناس كانوا عايشين في الجانب الشرقي من حائط برلين يبحثون عن الكرامة. طبعا هذا إذا نستثني حالات الفقر والتقشف والمجاعات والكذا، حتى لو كانوا مرفهين رفاهية ليس لها مثيل في ألمانيا الشرقية، أيضا الإنسان عنده كرامة، الإنسان عنده يبحث عن الحرية. إذن انتصرت الليبرالية، انتصرت الرأسمالية، انتصرت سلطة الفرد فوق سلطة المجتمع اللي هي الليبرالية، وانهزمت سلطة الدولة إلى مزبلة التاريخ. كما يقول الأخوان المصريين، المية تكذب الغطاس. لا داعي لأنه تبحث في كل فلسفات لينين وستالين والفكر الشيوعي وماركس، مع تحفظي على ماركس بالنسبة للاتجاه الشيوعي، أنا جدا من محبي وعشاق ماركس، لكن ماركس باتجاه الغربي وليس المعسكر الشيوعي. لا يحتاج أن تقرأ ولا يحتاج تعب نفسك وكذا، هاي انظر فقط من ابتلع من، الشرقية ابتلعت الغربية أم الغربية ابتلعت الشرقية، الرأسمالية ابتلعت الشيوعية أم العكس. نعم، تم اقتحام جدار برلين وانتهى، انتهى الفكر الاشتراكي والفكر الشيوعي والفكر التسلطي والاستبدادي. آلاف من الضحايا ماتوا وهم يحاولون القفز من هذا الجدار إلى الجهة الغربية، إلى الرأسمالية اللي تتكلمون عليها، إلى الإمبريالية، إلى الاستعمار، دول الاستعمار، دول الكفور وغيرها. هناك من حالفهم الحظ وهناك لا، من ماتوا. ثم صار الشعب ثورة واحدة، وبالتالي تركوا البلد بأكمله للحزب الشيوعي وللرؤساء. نعم، هكذا هو الحال كان في ألمانيا الشرقية، جوع، قهر، تسلط، عنجهية، غطرسة، حزب واحد رفيقي وما أعرف إيش، نفس القشمريات اللي عشناها في عهد البعث. كل هذا تحملوا من أجل مستقبل مشترك. طيب ما إحنا الآن جوعانين، مستقبل مشترك كيف سيفو نبني؟ ما هي الكتاب واضح من عنوانه، المستقبل المشترك هناك بالعالم الآخر، العالم الشبعان والمتختخ ويبحث عن رفاهية، هؤلاء يبنون المستقبل المشترك. إذن من بناء الجدار
إلى تحطيمه ممكن تعرف مآسي كثير من الناس هربوا من الغربية من العفو المالي الشرقية للغربية. الطيني واحد هرب بالاتجاه المعاكس. الطيني شخص واحد هذا إلا مختل عقليا سودا الله غاضب عليه أمه داعي عليه يهرب، يعني حتى لربما الجنود أيضا يضحكون ويتفاجئون بالشرقية. لا يوجد أحد يهرب من الألمانية الغربية الرئيس مالية إلى الشيوعية. من 1917 إلى 1991 عندما شكل الاتحاد السوفيتي لحد الدول الشيوعية كذا، الطيني شخص هرب من الدول أوروبا الغربية وأمريكا هرب للمعسكر الشيوعي، شخص واحد فقط. بينما تعرف ابحث بالجوجل وانظر كم الفنانين والعلماء والسياسيين والرياضيين اللي كانوا يهربون للمعسكر الغربي للدول الرأسمالية. حتى كانت الاتحاد السوفيتي عندما يعني مثل مباراة كرة قدم وكذا يذهبون إلى أمريكا فرنسا هناك رجال أمن يراقبوهم كما هي الآن موجودة يعني في دولنا. الحقيقة أنه يعني هذا الجدار اللي استمر 20-30 سنة، هو حتى قبل الجدار يعني من 45-90 كانوا ممنوعين هذه الدول الشيوعية، بولندا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا، هاي الدول الشيوعية مواطنيها ممنوعين من السفر بحرية أو حرية الفكر، حرية الآراء، حرية السفر، كلها ممنوعين من عندها. لماذا؟ طيب ما عندك هنا هذا المعسكر الغربي لا يمنع أفراده من أي شيء. في أحد الأفلام أحد الضباط اللي موجودين بألمانيا الشرقية يبحث خلف عائلة تحاول أن تهرب من ألمانيا الشرقية عن طريق بالون إلى ألمانيا الغربية. يعني وجدوا وسائل عجيبة غريبة الألمان الشرقيين من أجل أن يهربون للألمانيا الغربية. فيلم أعتقد هو أيضا اسمه البالون. فهذا الضابط السائل تساؤل جدا مهم وجوهري، قال طيب إذا هؤلاء نعتبرهم خونة وجواسيس وعملاء لندعهم يهربون من البلد، كلام جدا سليم. هو يعرف أنه بالحالة البلد بأكمل خونة وعملاء وجواسيس، يعرف أنه ألمانيا الشرقية إذا 10 ملايين إنسان هم كلهم خونة وعملاء وهؤلاء سوف يتركون البلاد إذا سمحوا لهم، بالتالي سوف تتعرى هذه الأنظمة الشيوعية بقتها، الحزب الشيوعي الألماني الشرقي سوف يتعرون ينفضحون أمام العالم فساجنين مواطنيهم. نفس بالضبط الفكر الشيوعي ما يختلف عن الفكر الإسلامي التسلطي بالضبط. نعم مهما كان أشخاص يتحدثون أنه نحن عايشين في أوروبا والحياة تعيسة وهناك مثلية جنسية وهناك عنصرية وكل شيء، لكن مجرد الحرية والكرامة هذا جدا كافي، أنه ما حد يجبرك أن تصفق للقائد، ما حد يجبرك تهتف للحزب وإن شاء الله تعمل زبال. نعم الاستعمار والرأسمالية والغرب الكافر والمثلية والكذا زوارق الموت هي تكذب كل هذا الكلام، بحيث إنسان يضحي بحياته وعائلته يركب هذه الزوارق واحتمال يموت من أجل أن يصل إلى ذاك. هاي بحد ذاتها تكذب كل الأقاويل أيا كانت. بشكل عام أنا أؤمن كما ذكرت مرات كثيرة، إذا أنت شخص تؤمن بالله لا داعي تتعب نفسك تقرأ كتب لاهوتية تثبت وجود الله، لأن هذه الكتب هي راح تشككك بالله على سبيل المثال. فأنت لا داعي لأنه تقرأ كتب وكذا وتثبت لك أنه صدق الاشتراكية والشيوعية وأنه الرأسمالية كذا وكذا كذا، لا المية تكذب الغطاس. شوف العالم أين تهرب، أين تطلب رجوع، أين الهجرة، أين الدراسة، ما يهربون للصين يطلبون لجوء للصين الاتحاد السوفيتي بقتها. إذن انتصرت ألمانيا لأنها حرة، لأن الإنسان بها كريم. انهزمت ألمانيا الحزب الواحد، انهزمت ألمانيا الزعيم الواحد والرب الواحد. وقتها كانت هذا الكلام سنة 1990 3 أكتوبر، كنت عسكري وكنت أشاهد الجموع وهي تهرب من ألمانيا الشرقية إلى الغربية عندما حطموا جدار برلين. شعرت أنا أقفز معهم من الفرح، مع العلم أني الموضوع ميه، لكن الحرية حلوة، أنه أجمل شيء أنه تحطم الأغلال
تمنيت اليوم اللي إنا يعني بحس نستطيع أيضا أن نتخلص من أغلاء الحزب البعث البلا أخلاق اللا أخلاقي المنحط. طبعا الأنجليزية الألمانية بالحرب العالمية الأولى والثانية خسرتها أراضي جدا كثيرة، تقريبا 10% من الأراضي راحت تعويضات إلى دول بولندا فرنسا ما أعرف إيش وهكذا. فحتى بقتها رونالد ريغان طلب العفو بوش الأب طلب من هلمت كول إنه ما يطالب بالأراضي الألمانية اللي أعطيت لبولندا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، قال ما لا نريدها ولا كذا. هذه هي الدول، دول تحترم شيء اسمه القانون الدولي. ماذا تفعل بأراضي سواء كانت عند بولندا أو عندها، المهم يعني هي تعيش نفسها، وهذه ألمانيا معروفة لحد الآن. نحن في العالم العربي لا بنينا ولا طورنا، فقط فلسطين وفلسطين، ومعادين العالم بأكمله ومعادين قرارات الأمم المتحدة فقط من أجل أنه أنت تعرف كم دول خسرت أراضي. هنغاريا خسرت أراضي كبيرة جدا بسبب الحرب العالمية الأولى، ألمانيا بالحرب العالمية الأولى خسرت أراضي، دول كثيرة خسرت أراضي، ما ظلت تلطم وتنحب وتنوح ونحن لا نتقدم ولا نتطور إلا ترجع لنا أراضينا. لا عاشوا يعني، حتى الأسكا أعطاها، باعها القيصر، قيصر روسيا باعها لأمريكا فلسين ونص من أجل محظياته والسكر والعربدة. روسيا الأسكا أكبر من العراق بثلاث أربع مرات وبها ثروات هائلة، وانتهت، ما بقت روسيا تلطم على الأسكا كما نلطم الآن مثلا على فلسطين. لا، بل هناك من يلطم على عودة الأندلس. نعم هناك رجال دين يعني لحد الآن يبكي على الفردوس المفقود يسميها، يريد يرجع الأندلس. والحقيقة قبل فترة كنت في حديث مع صديق يعيش في ألمانيا، فقلت له أنه مصيبة العرب بالتحديد اللي والمسلمين اللي يعيشون في ألمانيا على سبيل المثال، السوريين، العراقيين، المصريين، مغاربة تونس، الجزائر، قل هذول مصيبة، هو دائما يشكيلي منهم وتصرفاتهم، تصرفات رعناء جدا. طبعا الغالبية هناك قليلة لا محترمة. فقلت المفروض ألمانيا تصدر قوانين للمهجرين تختلف عن القوانين للرجل الألماني. هناك ثغرات في الديمقراطية، يعني نحن لسنا فاسدين فقط في شعوبنا بل انفسد حتى الشعوب الأخرى. هناك أعراف وتقاليد وعادات وأذواق ما لا توجد بالقوانين، يعني مثل الصوت العالي أو غيرها أو أمور كثيرة يعني فهمني. هذا يجب أن المواطن بمجرد أن تطأ أقدام أرض مثلا ألمانيا يجب أن يخضعون إلى لجان تثقيف، بحيث بعد أن ينجح ممكن أن يختلط بالمجتمع الألماني. يعني سنين طويلة وهؤلاء العرب والمسلمين يبثون سمومهم في إنجلترا وفرنسا، وسنين طويلة، عقود طويلة، بلاد الكفر، بريطانيا مرحاض غربي أقضي فيه حاجتي، فجروا مطاراتهم، جسورهم، أنفاقهم، قطاراتهم، حاروا. فهؤلاء سذج، يعني هاي الديمقراطية صارت مصيبة على هؤلاء. والحد الآن يعني هم ما يعرفون الخطر أن هناك جرثومة، ما أقول إسلامية، حتى لا أحد يقول أنه تضد الإسلام، من التراث الإسلامي، من العقلية الدينية العفنة والعقلية العربية الأعفن، تحاول أن يعني تحطم هذه الديمقراطية الموجودة هناك. هاي بالنسبة ل 3 أكتوبر